الجيش الأردني يشن حملة اعتقالات أمنية وينفي وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية. استمرار مفاوضات سد النهضة في الكونغو الديمقراطية بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم. المسيحيون يحيون عيد الفصح وسط إجراءات صحية احترازية. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس، أهلا بكم. اعتقلت قوات الأمن الأردنية شريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية، وأكدت وكالة بترا الأردنية للأنباء أن الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفا كما تتداول بعض وسائل الأعلام، ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأردنية اليوم قرارا تفصيليا حول ما جرى من اعتقالات. كشفت مصادر سودانية أن المفاوضات الجديدة بشأن سد النهضة الإثيوبي والمنعقدة في العاصمة الكونغولية كينشاسا ستتم بحضور أمريكي أوروبي. وقالت المصادر أن الوفد الفني السوداني سينخرط في اجتماعات مع الواسطة الكونغولية اليوم قبل التئام وزراء الخارجية والري من مصر وإثيوبيا. يحتفل المسيحيون ممتنون إلى الطوائف الغربية بعيد الفصح وسط إجراءات صحية مشددة. وترأس البابا فرانسيس قداس عيد الفصح في الفاتيكان وسط حضور عدد محدود من المشاركين بسبب الإجراءات الاحترازية، وشهدت دول عدة لا سيما في أوروبا إغلاقاً شبه تام خلال عطلة الفصح. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. القوات الأريترية تنسحب من إقليم تيغراي. أهلا بكم من جديد. أعلنت السلطات الإثيوبية بدء انسحاب القوات الأريترية من إقليم تيغراي شمال البلاد، إذ كانت تقاتل إلى جانب القوات الحكومية ضد الجبهة الشعبية لتحرير الإقليم. وقالت أديس أبابا أن قواتها ستتولى حراسة حدودها الوطنية. أبلغ الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس مجلس النواب رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك بعد تنقيحه أخيراً من قبل البرلمان وإحالته إلى رئيس الدولة لختمه. وسيتواجب على البرلمان التصديق مشروع القانون بالأغلبية 131 نائباً. في الختام تذكير بأهم العناوين. الجيش الأردني يشن حملة اعتقالات أمنية وينفي وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية. استمرار مفاوضات سد النهضة في الكونغو الديمقراطية بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم. المسيحيون يحيون عيد الفصح وسط إجراءات صحية احترازية. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا focusacademy.tv. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.